بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في تفسير أو في برنامج من أحكام القرآن الكريم. قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، إلى قوله تعالى: استغفر الله إن الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. 5 الآيات من سورة النساء. ولنبدأ الآن بذكر معاني هذه الآيات أولا، ثم بعد ذلك نستخلص منها ما يظهر لنا من أحكام شرعية. فقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، جاءت هذه الآية بعد الآية التي فيها صلاة الخوف، آية التي قبلها. والمناسبة والله أعلم في قوله فإذا قضيتم الصلاة أن المصلي عرضة للنقص في صلاته، خصوصا في صلاة الخوف، صلاة السفر، فإنه قد يحتاج إلى حركات ويحتاج إلى أمور يفعلها بموجب الخوف في داخل الصلاة لا تتناسب مع الصلاة في حالة الأمن. فلذلك احتاج إلى ذكر الله بعدها من أجل جبر ما حصل فيها من نقص. والآية وإن كانت في صلاة الخوف فإنها عامة في جميع الصلوات. إذا قضيتم الصلاة، يعني أي صلاة من صلاة الخوف وغيرها. ومعنى قضيتم أي إذا فرغتم، لأن القضاء يطلق ويراد به القضاء والقدر، ويطلق ويراد به الفراغ من الشيء، فقضاهن 7 سماوات، ويطلق ويراد به الإخبار: قضينا إلى بني إسرائيل، أي أخبرناهم. ويطلق ويراد به الحكم بين المتنازعين أو المتنازعين. فالقضاء له عدة معاني، أحدها الفراغ وهو المقصود هنا. فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم من أداء الصلاة فاذكروا الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة يستغفر الله 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم
إن كان بعد صلاة الفجر فإنه يأتي بالتهليلات العشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو بعد صلاة المغرب كذلك بالتهليلات العشر. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ليحصل من كل كلمة 33، يكون المجموع 9، يكون المجموع 99 أو 99 كلمة. ثم يختمها تمام المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الأذكار مجموعة من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا قال هذا في آخر الصلاة قبل السلام فهو أحسن، وإن قالها بعد السلام فلا بأس، لأن دبر الصلاة يطلق ويراد به آخرها، ويطلق ويراد به ما بعدها. فهذه هي الأذكار الواردة في دبر الصلاة يعني بعد الصلاة وبعد قضاء الصلاة والفراغ منها. فإنها أذكار عظيمة، وقد جاء فقراء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون في أن إخوانهم أهل الثروة والغنى سبقوهم بالتصدق والإنفاق وهم لا يجدون ما يتصدقون ولا ما ينفقون، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة لا إله إلا الله. قال: تسبحون وتحمدون الله وتكبرونه دبر كل صلاة 33، وتقولون في تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففرحوا بها وانطلقوا بها وقالوها، فسمع إخوانهم الأغنياء ما يقولون فقالوا مثلهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الدثور يعني أهل المال بما نقول فقالوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.